وطبعا دلوقتي احنا هنطلع تقرير اه طبعا اللي الاستاذه نعمة خليل صورته في الصاله المغطاه في راس البر عن رياضه الكونغ فو. وطبعا طبعا هو كان شرف ليا ان انا اغطي حدث بطولة الجمهورية للاتحاد الوشو كونغ فو للفتيات اقل من 18 سنة اللي اقام داخل الصالة الرياضية بمحافظة دمياط. طبعا دي حاجة مشرفة جدا. دلوقتي الالعاب دي بدأت تظهر وبقت تاخد فرصتها عكس الاول كان كل التسليط الضوء على كرة القدم فقط. دلوقتي بقينا بنلاقي كل الالعاب الرياضية بيتم اقامة بطولات ليها وتسليط الضوء عليها وده بيشجع وبيحفز كل اللاعبين اللي هم يحبوا يمارسوا اي لعبة ان هم يمارسوها في الوقت الحالي، لان طبعا لما هيلاقوا ان الضوء اتسلط عليهم ده بيديهم حماس وحافز. هنشوف التقرير مع حضراتكم ونرجع تاني. طبعا احنا هنطلع التقرير دلوقتي على طول، نشوف التقرير ونرجع بعد التقرير هندخل على مداحين النبي عليه الصلاة عليه والسلام. الصلاة والسلام الفرقة بتجهز دلوقتي وهنبقى في شرف استقبالها بعد دقائق على ما نتفرج على التقرير اللي صورته الأستاذة نعمة خليل. نطلع فاصل ونرجع لكم تاني. مشاهدي ومحبي برنامج حلو يا بلدي، زي ما وعدناكم بنكون معاكم في كل مكان وفي كل الاحداث. النهارده احنا معاكم من داخل الصاله المغطاه براس البر حيث تقام بطوله الجمهوريه للاتحاد للوشو كونغ فو والتي ينظمها منطقه دمياط. ويسعدني الان اللقاء بالكابتن محمد سمير. برحب بحضرتك معايا. اهلا وسهلا، ازي حضرتك يا استاذه نعمه؟ اولا الف مبروك على تنظيم البطوله لاول مره داخل محافظه دمياط. ربنا يخلي حضرتك. هي مش اول مره، هي محافظه دمياط نظمت بطوله الجمهوريه للاتحاد المصري للوشو كونغ فو اكتر من مره، بس علشان انا يعني لسه منضم للمنطقه قريب فدي اول بطوله ليا انا شخصيا. اول بطوله لحضرتك. إيه كم عدد المشاركين النهارده معانا؟ هو برضو المطر والحاله السيئه للطقس اثرت على العدد، فالعدد يعني مش كبير قوي. هو طبعا شرف كبير ان السيد محمد عاشور رئيس الاتحاد المصري للوشو كونغ فو اوكل لمنطقه دمياط بطوله الجمهوريه للانسات اللي بتقام النهارده في الصاله المغطاه في مدينه راس البر، واحنا سعداء جدا جدا باستضافه حدث كبير زي ده في محافظه دمياط. قول ايه النهارده عن البطوله اللي مقامه في محافظه دمياط بالتنظيم والمنظر الرائع اللي احنا ظاهرين بيه النهارده؟ والله انا شايف بطوله محترمه وتنظيم على اعلى مستوى، ومنطقه دمياط بصراحه عامله شغل كويس جدا. انا يمكن جينا قبل كده بطوله هنا من حوالي 3 او 4 سنين، ما كانش التنظيم بالشكل دوت. التنظيم على اعلى مستوى، شايف في شغل يعني الناس مجتهده قوي بصراحه على البطوله دي، واتمنى التوفيق بصراحه لكل منطقه دمياط. بما ان حضرتك احد المدربين المشاركين معانا النهارده، ايه رايك في مجموعه الفتيات المشاركات وادائهم؟ والله انا مش معايا فريق هنا، انا مدرب منتخب مصر كيك بوكسنج، بس في لاعبات من هنا هم بيلعبوا اوريدي في منتخب مصر كيك بوكسنج، بس المستوى رائع بصراحه، المستوى رائع ما شاء الله. لهم ايه النهارده؟ لهم اجتهدوا اكتر واكتر عشان تقدروا تمثلوا مصر في البطولات الدوليه وتبقوا قاعده كبيره قوي لمصر ان شاء الله. ايه النهارده عن البطوله؟ البطوله مستواها الفني عالي جدا رغم ظروف الكورونا والكلام ده، رغم المستوى فعلا مرتفع جدا، واحنا بنختار بعض اللاعب المنتخب عشان نستعد لبطوله العالم الجايه ان شاء الله هتقام في خلال 4 شهور من دلوقتي. ايه راي حضرتك في تنظيم البطوله؟ لا التنظيم ممتاز، واختيار المدينه راس البر فعلا قمه النجاح. يعني حابب تقول ايه النهارده لكل اللاعبين المشاركين معانا؟ ان شاء الله طول ما هم بيأدوا بالاداء العالي ده ان شاء الله مصر تحافظ على مرتبتها اللي هي المركز بتاعها على المستوى، احنا على مستوى العالم احنا المركز الثالث، ففعلا ان شاء الله بيهم هنقدر نحافظ ونتقدم اكتر للمستوى الاعلى كمان اول او ثاني ان شاء الله على المستوى العالمي. تقول ايه النهارده عن البطوله وتنظيمها والمشاركين بالعدد ده؟ بدايه انا بحيي كل اهلنا في دمياط ومنطقه الوشو كونغ فو في دمياط، والحقيقه احنا جينا بالدرجه الاولى عندنا احتفاء خاص بذكرى اخ عزيز لقي وجه الله واحد رموز اللعبه الكابتن وليد بدوي، واحد وهو رئيس منطقه دمياط الراحل، والحقيقه احنا بنعتز بكل ما تركه لنا من ارث سواء في المنطقه او كوادرها، والامكانيات الكبيره الموجوده في منطقه دمياط، واللي بنعتز بمستوى التنظيم وكفاءه الجهاز الاداري المعاون وقدره دمياط على استضافه مثل هذا الحدث الكبير على مستوى الاتحاد. اما عن البطوله فكما هو واضح رغم الظروف الجويه والاحداث اللي احنا بنعيشها والاجراءات الاحترازيه الخاصه بالكورونا، الا اننا قادرين
قادرين على تنظيم فعاليات كبيرة لتضم أعداد كبيرة من الشباب. دي بطولة الجمهورية للوشو تحت 18 سنة آنسات، وهي بتضم حوالي 100 لاعبة تقريبا من مختلف مناطق الجمهورية، وعدد كبير من الأندية يتجاوز ال 30 هيئة أو نادي يعني. والحقيقة الناس سعداء بالإقامة ومستوى البطولة والعمل التنظيمي الكبير اللي بتقوم بيه الصالة الرياضية وكل إخواننا في منطقة دمياط الوشو كونغ فو. كلمة من حضرتك النهاردة توجهها لكل اللاعبات المشاركة معنا في البطولة. الحقيقة البطولة قدمت لنا بعض الوجوه الجديدة وهي كثيرة أيضا ومواهب مبشرة، وأتمنى للجميع التوفيق وأن يكون لهم حظ في شرف تمثيل مصر على مستوى المنتخبات إن شاء الله. أشكر حضرتك جدا ودايما بالتوفيق. أنا اللي أشكركم وأشكر كل أهلنا في الدلتا والقناة.